السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب، أخباركم طيبين؟ اليوم جايبكم ما شاء الله تبارك الله في هاوس استوكلوت. إيش يعني استوكلوت؟ دحين هتشوفوا. يعني عندهم ماركات أصلية ما شاء الله تبارك الله، عندهم ماركات أصلية مخرجينها من المصانع تهريب أو أي طريقة، أنا ما لي شغل فيها، ما أدري هم كيف يطلعوها من المصانع ما أدري، لكن ماركات أصلية نحن نقدر نشتريها من عندهم، وأنا دحين أوريكم إيش عندهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، كيف حالكم طيبين؟ أخباركم؟ اليوم جبتكم ما شاء الله تبارك الله في استوك مرة ممتاز، لكن نشوف إيش عندهم، نشوف إيش هي الامتيازات اللي عندهم. طبعا عندهم صيفي وعندهم شتوي، نشوف الصيفي أول حاجة. طبعا كواليتي اكسبورت، يعني مرة الحاجات الأصلية. طبعا حبايبي أنا كل اللي بوريكم ترى ما تلقوها مكوية، فلا تحسبوها إنها يعني بضاعة مقلدة أو شيء، لا، هذه فقط مجرد كوي نكويها وندخلها في كيس، خلاص صارت يعني كأنكم بتأخذوها من المحل. أهو شوفوا ما شاء الله تبارك الله، شايفين؟ نجيب إياه. يقولوا ده شبلوتة بيا جينز تكنا؟ أو يتركي هذه نسائية ليديز. طبعا هذا جيشي، يا الله شوف الخامة الحلوة من شركة أولد نيفي، ميدين بنغلاديش، أهم شيء ميدين بنغلاديش ما شاء الله تبارك الله. طبعا هنا تفاصيلها، إيش التفاصيل، يا سلام عليهم. طبعا هذا تيشيرت ابيض، طبعا لها مقاسات، شايفين؟ جونز. شوفوا ما شاء الله تبارك الله والتفاصيل هنا، يعني كم حبه موجوده وكم السعر، وكم قصدي مش السعر، كم المقاسات من 140، وهذه نسائيه، شايفين هذه نسائيه يا حلاوتها ما شاء الله تبارك الله. والله اشتري يا عمي ما شاء الله، اطفال يا أخي ما شاء الله تبارك الله، شيء. طبعا شوفوا هذه كمان من شركة نيفي، أولد نيفي، طبعا نص كوم، لا هذا علاقي، هذا علاقي، شايفين هذا علاقي من شركة أولد نيفي، شايفين؟ আচ্ছা এটা সামনে ছাড়তে দিবে, এটা কি কোম্পানির? এটা হলো নটমেগ। নটমেগ মাশাআল্লাহ তবারাকাল্লাহ। طبعا هنا رجالي ونسائي مختلط، يعني فهمتوا كيف؟ اي واحد يبغى الكميه اللي يبغاه، اي كميه، شوفوا كيف الديزاين. انت طب يا منى هاي يا طب يا ليديسنا؟ انت جالس. ها انت جالس ايوه. للبنات شايفين اف اند اف، اف تو اف، ما شاء الله تبارك الله. أطفال تيجي سريع. أطفال بس يعني بنات. بويز. أو أطفال. طبعاً ذكور. هنا المعلومات والمقاسات. ما شاء الله تبارك الله. والله هذا شيء جداً جميل يا أخي. أركتور تاندنتو. شايفين كيف؟ والله شيء فلة. الواحد يلبس الشيء هذا قسم بالله يرتاح. فاين تو يا باتشا دير ده باتشا دير سايز واسي. في مقاسات طبعا من اس الى اكس ال. سعر فاستيجي سودو شو دي بيا؟ ايه سعر فاستيجي سودو كل جنطة ما شاء الله تبارك الله. هذه كمان نسائية طبعا للصغار، في ال وفي الكبار. ما شاء الله تبارك الله. حتى هذه للبنات من شركة، والله ما أدري إيش اسم الشركات هذه، غريبة علي، لكن مكتوب عليها كندا. إيه هذا ليديز ما نحن؟ حتى هذه نسائية، شايفين من شركة F to F. أوف 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 على الخامة يا شيخ، شيء. شايفين كيف يسويها، جالس يمددها مثل المطاط. ليديز. ما شاء الله تبارك الله، شوف الخامة هذه، شيء روقان.
والله شيء روقان من شركة بابايا. طبعا مكتوب هنا الكمية، شوف 375 حبة وكيف المقاسات ومن عارف مين. إتتو جنس نا إتتو ليديز إتتو منس هذه رجالية أولد نيفي من شركة أولد نيفي، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف هذه طبعا صيفية حبايب، نحن دحين نبغى نوزع أكثر شيء صيفي، ما نبغى نوزع الشتاء لأنه الشتاء مخلص. هذا نسائي، شايفين الفنيلة هذه نسائية ما شاء الله تبارك الله. أوف إذا طو كوف فاين يا إذا نه كوف فاين. طبعا في لين من سمول لين في عندك اثنين، يعني اثنين إكس، وهذا رجالي إذا طو مينز إيه هذا من. شوفوا الشركة ما شاء الله تبارك الله، شركات أصلية ما بج... أنا طبعا عندهم كل الأنواع، لكن ما بجيب لكم إلا شركة أصلية، ما بعرض عليكم إلا الماركات الماركات الحلوة. تبغوا ماركة تبغوا غير الماركات برضها موجودة، ما عندي مشكلة. لبل ميكس وإذا لبل ميكس ها لبل ميكس لبل هذا تساعد ماستر وشي وشي. هذا منطقة ليديس أبي هذه نسائية يا اخي، لما تلمس الخامه قسم بالله تعرف ايش معناتها. ومن سيلا ما شاء الله تبارك الله. اما كهرباء يا ليديز تكلا ركو دیکھیے ليديز بچہ تیرے میں کم ایا اندرلو وینٹر ہے نہیں دیکھن تو بھائی ایک تو دے باقی سب تو دیکھن کلیکشن অরিজিনাল গুলো আর কি সবই ও আপনাদের এখানে তো মানে সবগুলো অরিজিনাল ইয়া করেন, আমারও ইয়াই করছিল। طبعا شوف يا حبايب من شركة جاك جونز جونس نس ايتا كي بيا جنس نا مان ايتا ايتا مانس. طبعا شوفوا ما شاء الله تبارك الله عشان تعرفوا الاصلي. ما شاء الله تبارك الله. جي ويا ٹھیک ہے جی مكتوب الكمية ومكتوب كل حاجة. طبعا هذه نسائية اولد نيفي شايفين؟ لا قصدي هذه رجالية بس انها ايش شتوية. كنت بقول شتوية قلت نسائية شتوية ٹھیک ہے بھیا. يعني خامة الواحد لما يلمسها يعرف. واصلا مش من الخامة كمان من كل شيء يعني بالأدلة والبراهين انها أصلية. ما شاء الله تبارك الله شايفين هذه اللي ابو جيوب، شايفين هذا ابو جيوب وحركات وبركات. جيب يا اخي كسيده كم كومبانيش او اولد نيفي نفس الشركه اولد نيفي، شركات حلوه ترى بصراحه شايفين. ليديز اسنا يا ليديز من سوبر تدك سي ليديز سو دهي ان بيسو ايتو كي اولد نيفي اولد نيفي بس النهايه فيها سوسته، شايفين السوسته اللي في النص جيفر. يا سلام والله خامة حلوة بصراحة. شوف الخامة إتاكي كومباني جاك اند جونز ٹھیک ہے سر والله خامة مرة حلوة. اهو شوفوا الشركة هذه ايش اسمها اتليل ما شاء الله تبارك الله. اهو شوف هذه نسائية شايفين جاكيتات نسائية، ما يمديني اقول لها عليها جاكيتات لكن مثل الجاكيت. اهو هذه كمان نسائي من شركة من شركة ايش ايش كومباني نام كي بيا من شركة كندا من شركة كندا اسم الشركة هي شركة كندا. ايتا كي بيا ও আচ্ছা আচ্ছা লেডিস এর এটা আমি তো পুরোটা ওপেন থাকার কারণে বুঝতেছি না। طبعا من شركة এটার নাম কি লেডিস গ্যারেজ জর্জ ঠিক আছে। طبعا هذه كلها نسائية ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه طبعا رجالية هذه رجالية ما شاء الله.
طبعا اي حاجه تبغوها يصير تكلمونه على طول. اجا ليدي سيت طبعا هذه نسائيه، شوفوا كيف الحركه. طبعا اشكال وانواع، والله الخامه جدا ممتازه يا حبايب. طبعا هذه اكيد راح تتنظف واكيد راح نغسلها زي الناس وتتنظف وتتعبى. بي يقول لك فات اي فوتيتك على ده ده فكتها بنا ها فوتيتا على ده. ايوه كل واحده تكون ماني كوتكس او سوي بيس. ايوه كل ستة حبات نغلفها كده في كرتون واحد، كل ستة حبات في كرتون. طبعا هذا نسائي، كل ستة حبات في كرتون. ويتا تو ليدي سيت اتش 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 كل ستة حبات في كرتون، كل ستة حبات في كرتون. شوفوا هذه القطع ما شاء الله تبارك الله، يا سلام. طبعا احيانا هم ترى يقطعوا الليفل، يقطعوا العلامه هذه علشان تكون في بعض يعني في تكون بعض المحظورات من الحكومه كمان، لان هذه كلها ماركات اصليه، فمن الممنوع انها تخرج خارج المصنع في اقل من 3 اشهر. بعد 3 اشهر مسموح، فهمتوا كيف؟ بعد 3 اشهر مسموح. عنده ما شاء الله. طبعا هذه كلها سامبل، تخيلوا هذه كلها سامبل، يعني هذه كلها عينات. عنده كثير ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الكراتين هذه. عنده هناك زحمه وفي كل مكان ما شاء الله تبارك الله، وفي كمان مستودع في مكان ثاني، يعني ما شاء الله تبارك الله. ايش هذا تكو دخيلته؟ ايش هذا قولر صحيح يا برمشي؟ شوفوا ها هذا تيشيرت ابيض، تيشيرت ابيض من شركه جي جيس. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، يا سلام. أنا إن شاء الله بنزل المقاطع هذه وأنتم بتتفرجوا عليها، الواحد يستمتع بالحاجات هذه. تبوا تطلبوا على طول فقط تتواصلوا معايا على الواتساب، أنا موجود الواتساب حقي تحت في صندوق الوصف، ممكن تتواصلوا معايا في صندوق الوصف. حبايبي إن شاء الله بجيب لكم حاجة حلوة وأسعاركم إلى ما توصل البضاعة عندكم إن شاء الله، توصل البضاعة لأي دولة أنتم تبغوها، سواء شحن بحري. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. إتكي ليديز إتكي شوفوا من أي شركة، بي لايك مي. والله خامة قسما بالله ناس، يعني أنا ما بأحلف على شيء فاضي، لكن شيء يستاهل بصراحة. إتكو بشندر إتكي كريسماس شندر إتكي صلي يقول لها كريسماس صلي ها؟ مجيني كريسماس صلي.